هذه المنطقة عادة ما تكون مكتظة بالمواطنين. نعم. يعني نهد وأنت تتحدثين فقط نتابع صورة منير الأشهب اللواء منير المقدح، وهو القيادي في حركة فتح في لبنان، شقيق خليل المقدح المستهدف ضمن هذه المسيرة الإسرائيلية قبل دقائق من الآن. إذن هذه صورة اللواء منير المقدح، وهو لواء في حركة فتح في لبنان، شقيق المستهدف خليل المقدح الذي توفي قبل قليل إثر استهداف سيارته بغارة إسرائيلية. لربما نهد ما تزال معنا. نهد طيب، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلتنا من جنوب لبنان نهد يوسف، ربما سنحاول الاتصال بها لاحقا إن رشحت لديها المزيد من المعلومات.